عقد مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا اجتماعا مع رئيس لجنة اختيار المناصب السيادية بالمجلس عبد الله جوان، وتم استعراض تقرير اللجنة عن المترشحين للمناصب السيادية تمهيدا لعرضهم على مجلس الدولة وفق جدول زمني واضح. وقال مراسل العربي بحسب مصادر رسمية إن رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أكدت على ضرورة إيجاد حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات بإشراف المبعوث الأممي، فيما يصر المجلس الرئاسي الليبي على استكمال معالجة النقاط الخلافية للقاعدة الدستورية ومشروع المصالحة الوطنية. في غضون ذلك، اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند وجود حكومتين مسألة معقدة لا يمكن حلها إلا بالانتخابات، وأن المجتمع الدولي يترقب اجتماع مجلسي النواب والدولة لوضع أساس دستوري لهذه الانتخابات. وهدد نورلاند بأن الإدارة الأمريكية ستعيد النظر في علاقاتها بالأطراف التي تعرقل مسار العملية السياسية في البلاد. بدلا من تركيز الأطراف السياسية على حكومة انتقالية أخرى، يجب التركيز على أساس دستوري وعملية انتخابية من شأنها أن تنتهي بانتخابات ناجحة. كما أكد ريتشارد نورلاند على أن واشنطن تدعم مغادرة القوات الأجنبية للأراضي الليبية وتعزز توحيد المؤسسة العسكرية والجيش الليبي، وأوضح نورلاند أن الحل لأمن ليبيا يكمن في إيجاد قوة عسكرية وأخرى شرطية موحدتين وأن تكون تحت قيادة منتخبة. الحل لأمن ليبيا هو تواجد قوة عسكرية موحدة وقوة شرطة موحدة وأن تكون تحت قادة يتم انتخابهم. ينضم إلينا من طرابلس مراسلنا إبراهيم العبدلي. مرحبا بك إبراهيم. رئاسة المجلس الأعلى للدولة تتوافق على ضرورة إيجاد حكومة موحدة لإجراء انتخابات تحت إشراف المبعوث الأممي، ضعنا في التفاصيل. نعم، هذا القرار هو حتى هذه الساعة كما يعتبر قرار من طرف واحد، هو توافق من رئاسة المجلس الأعلى للدولة فقط على ضرورة إيجاد حكومة موحدة. هذا الأمر يعتمد أيضا على موافقة مجلس النواب والذي بدوره حتى هذه الساعة لا يعترف بحكومة عبد الحميد الدبيب الموجودة في طرابلس، ويعترف فقط بحكومة فتحي بشاغة الموجودة في بنغازي أنها هي الحكومة الشرعية، وحتى هذه الساعة لم يبدي أي رد فعل عن ما إذا كان هناك توافق حول إجراء المجلس الأعلى للدولة والذهاب بتشكيل حكومة ثالثة لتكون هي حكومة موحدة تقود البلاد أو تذهب بالبلاد إلى إجراء الانتخابات. يعني بشكل عام هو قرار فقط من أو توافق فقط في رئاسة المجلس الأعلى للدولة حول هذا القرار، والذي لم نرى أي رد فعل عنه سواء من حكومة عبد الحميد الدبيبة هنا في طرابلس أو من مجلس النواب في الشرق الليبي. يعني ما زال هو قرار من جهة واحدة، لكن في المقابل يعني هناك دعم دولي إلى عدم تشكيل حكومة واحدة بل الذهاب إلى قاعدة دستورية، وكان ذلك أيضا على لسان المبعوث الأمريكي يوم الأمس الذي دعا إلى بدل الذهاب إلى حكومة ثالثة الذهاب إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات وإنهاء كافة المراحل الانتقالية. شكرا لك مراسلنا إبراهيم العبدلي، كنت معنا من طرابلس.